الان مع الكلمه لشيخنا ومولانا، بس اتفضل هنا عشان السكه شويه وصل الشيخ يعني سعد. ايه معلش كده تعالى يا مولانا. يا اخوان ما حدش يمشي، احنا هنتغدى كلنا، ما هي الا دقائق او 10 غدا. انتوا مسافرين ولا ايه؟ اتفضل يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الجماعين في حب حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حب القرآن، وسيدنا كان بيكلمنا عن الحب في الإسلام، فأنا سوق الحديث عشان كلكم جعانين عايزين عشاء ولا غدا ولا إيه. قال صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على حب ثلاث، وهما يا سيدنا رسول الله حب نبيكم صاحب التشريع صلى الله عليه وسلم، وحب آل بيت نبيكم، وحب كتاب ربكم، هذا ما اجتمعنا عليه. وبعد، فالإنسان ليس يشوفه إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف أمة أولي الإحسان، أشراف أمتي أولي الإحسان، أشراف الأمة هم حملة كتاب الله عز وجل. وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفى الله عز وجل القلوب التي يضع فيها سره المكنون، كلامه المنزه المعجز. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى، نسأل الله ذلك يا رب، شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع. صاحب القرآن، القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعطى به الملك، قارئ القرآن، أنا كلام الأبناء خاصة. بدأت حديثي مع حضراتكم: أدبوا أولادكم على حب ثلاث، احفظوا الثلاث. يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة، كذا يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. ليه الأبوان يكسيان؟ لأنهم ودوا أولادهم للقرآن وللشيوخ، وجاب لهم شيخ في البيت، ودوهم لمركز تحفيظ، ودوهم عند سيدنا الشيخ ياسر، عند أسياد سيدنا الشيخ الإسلام، نحفظ أولادنا القرآن. طب الأبوان يكسيان، زي ما قال حضرة النبي: يكسى أبواه عليهما تاج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ضوءه أشد من ضوء الشمس. ضوء التاج اللي الوالدين اللي حفظوا ابنهم القرآن، ضوء التاج ده عند شيخ الإسلام ضوءه أشد من ضوء الشمس. طب ما بالك باللي حافظ نفسه؟ ما بالك عند الشيخ نجح باللي حافظ نفسه؟ هنيئا، سيدنا الشاطبي بيقول إيه يا سيادة اللواء؟ هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. شفتوا النعيم؟ شفتوا الكرم بتاع ربنا؟ فما ظنكم بالنجح اللي حفظ بقى عند جزائه: أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن وفصلها. لو جلسنا يا سادة نتكلم الجمعة الجاية عن فضل القرآن وفضل حملة القرآن لم يسعنا، ولكن أنا بتكلم على أولادنا. النشء لابد أن نرسخ في قلوب وعقول أبنائنا حفظ القرآن الكريم. أذكر لكم يا أبنائي
عفوا مع السادة إخواني حبيبي، حفظ القرآن الكريم كان دائما شيخي يقول لي أعطي القرآن يعطيك القرآن. صغير في 10 سنين 12 سنة مش مدرك معنى الكلمة أعطي القرآن. أنا بحفظ الورد اللي عليا والصفحة اللي عليا واللوح بتاعي، كنا بنسميه لوح، فاكرين اللوح والكتابة والقرآن ألف لوح محفوظ، ما قالش في كراسي المكتوب ولا كلام منه. فكان الشيخ يقول لي دايما أعطي القرآن يعطيك القرآن. تمر الأيام بعدما ختمت القرآن وجودته على شيخي وقرأت القراءات السبعة ثم العشرة كما فعل شيخنا، تأتي مسابقة قرآن كريم يعلن عنها، تعلمون المسابقات عشان نحفز أولادنا. فمسابقة القرآن دي كانت فين؟ في المملكة العربية السعودية، ترشيح يرشحهم مصر، وزارة الأوقاف مترشح للسعودية لقطر للإمارات في كل الدول. فالترشيح جاء إلى المملكة العربية السعودية، انظروا خير القرآن. فطبعا امتحنا في الحرم المكي في فندق انتركونتيننتال، فامتحنا وفقني الله عز وجل وحققت المركز الثاني على العالم الإسلامي في حفظ القرآن الكريم ببركة القرآن وبدعاء الصالحين. الأول سعودي طبعا مشكلة لست الوقت. الجائزة الكبرى إيه؟ الجائزة الكبيرة اللي ما كنتش أحلم بها إيه؟ يعطي القرآن يعطيك القرآن. أعطونا الفلوس دي ما فيش كلام، يعني فرحنا وانا فلوس فلوس. أنت دقت وعاد؟ الشاهد يا حبيبي، الجائزة اللي ما كنتش أتخيلها فتح لنا باب الكعبة المشرفة. والله صليت في كل ركن من أركانها ركعتين، وحتى لا تخونوني الذاكرة، ذكرني الله بشيخي أن أدعو له في هذا المكان حينما قال لي أعطي القرآن يعطيك القرآن. معنى طبعا الذي فتح باب الكعبة يشير لنا من الداخل هذه مكان كان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم في الركن اليماني، صلى هنا سيد رسول الله فأصلي. هذا الصندوق كانت فيه الرسالات السماوية التي تنزل على رسل الله عز وجل. هذان العمودان القائمان متصلان بالبيت المعمور بسقف تحت عرش الرحمن، الدعاء ما يتبيت ربنا سبحانه وتعالى. فتذكرت كلام شيخي أعطي القرآن يعطيك القرآن، فقلت اللهم أعطي شيخي فوق ما يتمنى، فرضوان الله عليهم أجمعين. فنسأل الله العلي القدير أن يجمعنا وإياكم على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا يسمعنا ولا يقربنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. يا رب اجعلنا جميعا أسباب هداية ولا تجعلنا أسباب غواية، واجعلنا للمتقين إماما. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشكر الله لحضراتكم جميعا. ربنا يبارك فيك يا مولانا، جزاك الله خير. شيخنا الشيخ مصطفى الزين تعال تفضل يا مولانا. طيب حبيبي سلك من سيدنا الشيخ. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي قال أحدهم من أعلى القرآن وعلمه قال القرآن فإنه يأتي يوم القيامة على جميع أصحابه إن لله عليه بخلقه قيل من هو يا رسول الله؟ قال القرآن أهل الله والمخصص. قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال وإن صاحب القرآن يقرأ وارتقي وردك كما كنت تردك في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت
تأمين إجازة القراءة والإقراء مني أنا الفقير مصطفى الزين أخذ بالجامع الأزهر تأطيت القرآن عن شيخي فضيلة العالم العلامة الشيخ سيد علي عبد المجيد عبد السميع وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف مجزه شيخي فضيلة الشيخ ياسر عبد الله إبراهيم أحمد قريش الشهير بالشيخ ياسر القرشي استصدار عظيم أن يبارك فيه وولد في الرابع والعشرين من شهر شهرين 1976 قريه من جلالها مركز الغنائم محافظه سيوط مقيم بمدينه الشروق حاصل على مدينه المسلمين الاجتماعيه غفر الله له وبلغه رضاه ونفع به اسال الله العظيم ان يبارك فيه ويجعلنا واياه من اهل القران العارفين العالمين به شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام. ومع نسبة الختام إن شاء الله جل جلاله في إنشاد من فضيلة الشيخ القارئ عبد الرازق العروسي حفظه الله تعالى. عالم المقام خليك زي ما انت الله سيدي الله بالله 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 يقول لك كسر عايزين نشغيس الغرب مكاني الغرب مكاني تفضل اللهم صل على النبي مظهري مظهرك مظهرك يا شيخ لا سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا عليها
للصبور ورحمة وتجي تبدد حيرة الحيرة هات وجبه يا شيخ. الراجل اللي بيقول مش انا عشان انا هبقى دلوقتي. الراجل جعان. يا طبيب القلوب بالليل ما بنامش انه مكفاني وحتى الاكل ما باكلش بقالي مده وانا نايم على فرشي ما تقول لي ايه الدواء اللي توصف ويمشي كشف علي الطبيب وقال لي قوم 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 يا الله يا ابني ما تخافش دواء عرفته لو انت ما تعرفش لما وصلت أرض الحجاز أرض الهاشم القرشي دخلت جوا المقام ورفعت في رمشي لقيت الروضة الشريفة دمرها وجمالها يا ابني ما وصفش يا اللي انت قلبك بالنبي والهاب ومرفه الماء العبد يا شق لطه ونادى عليه صلوا عليه صلوا عليه سيدنا النبي صل عليه تلك جوحنا من
صلوا عليه جبريل أمامه لكن عند مقامه جبريل أمامه لكن عند مقامه جبريل أمامه لكن عند مقامه توقف ونبينا تقدم عليه صلوا Yeah.